السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا اليوم في الماس ترانسفير أوبريشن هو Convective Mass Transfer for Binary Gas Mixture اللي هو في الجزء الأول من المحاضرة السادسة Equimolar Mass Transfer. تعتبر Convective Mass Transfer for Binary Gas Mixture هي الميكانيكية الرابعة والأخيرة في عملية انتشار الغازات أو السوائل. بهاي الميكانيكية راح نتعرف على جزء جديد من ظاهرة عملية انتشار الغاز والسائل. في كل المقاطع السابقة وفي كل المحاضرات التي تم التطرق إليها سابقا، كنا نعتبر عملية انتشار الغاز في غاز آخر عندما يكون الغاز اللي مسبب الانتشار في حالة stagnant، أي في حالة ثبوتية للحركة، أو في حالة تكون الحركة قليلة جدا اللي كنا نعتبرها laminar flow. وبالتالي لزيادة عملية الانتشار معنى ذلك احنا لازم نزيد من الحركة، وبالتالي حتى يكون عندنا زيادة في الانتشار. هاي الزيادة في الحركة راح تسبب لنا عملية الانتشار مثل ما قلنا، ولكن راح تسبب فد حركة اضطرابية للجزيئات اللي نعرفها إلى أن نوصل إلى turbulent flow. هاي الظاهرة راح تسبب إضافة جزء معين إلى معادلة الفلكس للفيكس flow. هذا الجزء اللي راح نضيفه هنا يدعى بالإيدي ديفيوجن، إيدي ديفيوجن فلكس. احنا سابقا كنا معادلة الفلكس تتكون من جزئين، معادلة الفلكس تتكون من جزئين، الجزء الاول يدعى بالبلك فلو والجزء الثاني يدعى بالمولكولار ديفيوجن مثل اخذناه سابقا. هنا راح ينضاف جزء ثالث يدعى بالايدي ديفيوجن. الايدي ديفيوجن تعريفه هو الفلكس الشي ساوينا الايدي ديفيوجن يساوينا ماينس الثابت اللي هو ايدي اللي هو على مود يعرف بالايدي ديفيوزيفيتي مضروب في مقدار تغير الكونسنتريشن للماده المنتشره اي بدلاله المسافه. هذا الجزء اللي هو هسه موجود بالمعادله رقم 2 راح نضيفه للمعادله رقم 1 اللي يكون بهذه الصيغه. وبالتالي بما انه نلاحظ بانه المعادله رقم 2 للجزء المضاف اللي هو ايدي ديفيوجن يشبه من هو يشبه اللي هو اللي جزء الموجود بالمولكولار ديفيوجن سابقا اللي موجود كان هنا، لان هذا هو سابقا شنو كان عندي، هذا سابقا كان عندي ماينس دي اي بي، تتذكروا طلاب، دي سي اي اوفر دي زد. نلاحظ اكو جزء مشابه اللي هو بالمولكولار ديفيوجن مع الايدي ديفيوجن، هذا الجزء نقدر اني من اضيف الايدي ديفيوجن لمعادله الفلكس اخذ مقدار تغير الكونسنتريشن مع الطول اخذه كعامل مشترك. فلهذا المعادله رقم 2 من تنضاف الى معادله رقم 1 راح تتكون عندنا معادلة رقم 3. معادلة رقم 3 هاي المعادلة رقم 3 انضافت صار بيها 3 أجزاء اللي هي البلك فلو زائدا المولكولار فلو زائدا الايدي ديفيوجن فلكس. هاي المعادلة راح ناخذ حدين، حد المولكولار والايدي ديفيوجن الحدين بيها متشابهة اللي هو مقدار تغير الكونسنتريشن مع الطول كعامل مشترك، اخذنا عامل مشترك على صفحة بس هنا كونسنتريشن حولناه بدلالة المول فراكشن، معناته نضرب اللي انه الكونسنتريشن للمادة المنتشرة. هذا الشيء يساوي لنا السي اي، يساوي لنا السي اي يساوي لنا سي توتال مضروب في الاكس اي. فمعناتها أنا أقدر السي توتال أخذ عامل مشترك وراح تصير المعادلة بدلالة المول فراكشن وهذا التوتال كونسنتريشن. فصارت المعادلة رقم 3 اللي راح نشوفها هنا
هي general equation، هي general equation للفيكس لو، للفيكس لو. هاي في حالة إذا كان convective mass transfer. فنلاحظ هي نفس المعادلة السابقة لل mass transfer diffusion في للفيكس لو for binary gas mixture، لأنه إحنا دي نشتغل binary gas mixture، فقط نضاف لها حد الأدي diffusion، الأدي diffusion بالإضافة إلى ما مقترن به اللي هو مقدار تغير الكونسنتريشن للمادة A بدلالة الزمن. فالمعادلة رقم 3 اللي موجودة قدامنا هي معادلة عامة يمكن أن تستخدم في حالة الانتشار إذا كانت السرعة للغازات المنتشرة هي ليست لامينر وإنما توصل إلى التيربلنت فلو. فلهذا راح نضيف لها حد اللي هو يدعى بالأدي ديفيوجن. فصار عندنا معادلة الفيكس لو متكونة من ثلاثة حدود مثل ما قلنا، اللي هي البلك فلو، مولكولار ديفيوجن، وأدي ديفيوجن. هسه طلاب ايش راح نسوي؟ راح ناخذ المعادلة رقم 3 ونطبقها على الميكانيكيات الاثنين اللي هي أول وحدة في حالة إذا كان عندنا equimolar counter diffusion اللي هو Na يساوي لنا minus Nb، والحالة الثانية الميكانيكية الثانية نطبقها في حالة إذا كانت عندنا unimolecular diffusion اللي أقصد بها فقط المادة A هي تنتشر بالمادة B. الحالة الأولى نطبقها في حالة إذا تدعى بالفور equimolar counter diffusion اللي هي الحالة الأولى، معناتها قيمة الـ Na يساوي لنا minus Nb for gas. هاي الحالة وراح أطبقها، راح أطبقها أول ما أبدي for gases، أول ما أبدي for gases. المعادلة رقم 3 اللي هي قدامنا هاي تحولت إلى معادلة رقم 4. بعدنا لحد الآن كل شيء ما سوينا، بس أعطينا تسمية جديدة للمعادلة رقم 3 تحولت إلى معادلة رقم 4. فالخاصية وبس هنا خليناها بدلالة البريجر المعادلة رقم 3 تحولت إلى معادلة رقم 4 لأن أنا دا أشتغل غازز. نجي هسه شو نسوي؟ نطبق الخاصية في حالة الـ Na يساوي لنا minus Nb. فالمعادلة رقم 4 ايش راح يصير؟ بأنه راح نطبق هاي الخاصية ونطبقها عند هذا الحد الموجود بين القوسين، فهذا الحد كله راح يعتبر قيمته شنو؟ صفر، فيهمل هذا الحد كله راح يهمل، يبقى فقط الحد الأول من المعادلة رقم 4 اللي هو متكون من جزئين سابقا فدمجناهن وأخذنا العامل المشترك مثل قلنا concentration، بس هنا بدلالة البريشر لأنه غازز اللي هو يا حد ويا حد اللي هو المولكولار ديفيوجن وال كان عندنا الأدي ديفيوجن. فأصبحت المعادلة رقم 4 معادلة رقم 5. هاي المعادلة رقم 5 لحد الآن غير مكتملة بسبب وجود حد الدفرنشيال بالنسبة للبارشل بريشر للمادة A بدلالة الطول، وبالتالي لإيجاد الفلكس للمعادلة رقم 5 المفروض نسوي انتجريشن للبارشل بريشر وللزد. فعندنا variable separation أفصل أذني الاثنين لأنه البارشل بريشر متغير والزد متغير، فأفصل بيناتهم وأبدأ أكامل. بالنسبة للزد التكامل للزد راح يكون شنو؟ الزد عادة من زد واحد إلى زد اثنين، وبالنسبة للبرجر الPA من أريد أكامله دائما أكامله من PA واحد إلى PA اثنين. فمن كاملت هاي المعادلة رقم 5، معادلة 5 راح تظهر لنا معادلة رقم 6 اللي هو قيمة حساب الفلكس، قيمة حساب الفلكس للمادة A المنتشرة في المادة B، والمادة B أيضا تنتشر بالمادة A. إذن الميكانيكية له for gases، هاي احنا سابقا ماخذيها، فقط كان الاختلاف هسه الآن هو وجود شنو؟ حد الديفيوزيفيتي، وجود حد الديفيوزيفيتي بالمعادلة. فش راح نسوي هسه على مود نبدي نكمل المعادلة؟ هي كمعادلة كاملة هنا بس راح يسولها بعض الأمور علميا على مود تصاغ المعادلة بدلالة
ثابت ثاني. بما انه طلاب، بما انه عندنا because of هذا اللي موجود هنا because the film thickness بانه سمك المادة اللي دا تنتشر هي صعبة ان تقاس، صعبة ان تقاس او تكون غير معلومة لانه السمك مالتها جدا قليل، وعندما يكون قيمة الزيت المسافة اللي دا ينتشر بها الغاز غير معلوم زين، وقيمة اللي هي additive usivity الثابتة الجديدة اللي أخذناها بال additive fusion flux هم من الصعوبة جدا أن يقاس، كل هاي المتغيرات، كل هاي المتغيرات الثوابت العفو ويا المتغيرات راح نوضعها بثابت جديد يدعى بال kg dash، يدعى بال kg dash. هذا ال kg dash إذا أريد أقارنه ويا المعادلة رقم 6 هاي أصبحت معادلة رقم 7، أريد أقارن الكي جي داش، شنو الكي جي داش مقارنة رقم 6، ألاحظ الكي جي داش شنو أخذ؟ أخذ الثوابت اللي موجودة اللي هي الديفيوزيفتي مال منو مولكولار ديفيوجن زائدا الديفيوزيفتي مال أدي ديفيوجن قسمه على الار والتي اللي هي ثوابت والزيت، أصبحت عندنا أذني جميع الثوابت كلها تحت مظلة الكي جي داش، تحت مظلة الكي جي داش. فإذا أني وجدت المعادلة رقم 7، هاي المعادلة رقم 7 هي المعادلة النهائية، هاي المعادلة النهائية في حالة الغازز للأدي ديفيوجن كونفكتيف ماس ترانسفير أوبريشن فور باينري سيستم. ليش رحنا رمزنا كي جي اللي موجود هذا هنا، ليش رمزنا له كي جي؟ جي هنا يعبر عن منو؟ عن الغاز، هذا الجي يعبر عن الغاز. اوكي هذا رقم ملاحظ رقم واحد. ليش رمزنا بالاضافه ان الكي جي اللي هسه تكلمنا عليه، ليش رمزنا له كي جي داش؟ طلاب هاي الداش الموجوده هنا، هاي الفوق ليش رمزنا لها بالداش؟ هاي الداش هنا طلاب، هاي الداش إن غرض معين بيها، شنو هاي الداش؟ على مود نعرف بأنه إحنا الميكانيكية دا نشتغلها هي شنو؟ NA يساوينا ماينس MV، لأن بعدين على مود نميزها عن الميكانيكية الثانية اللي هي NA ال MV يساوينا صفر ما راح نخلي داش. إذا الداش الموجودة هنا هي فقط تمييز عن الميكانيكية، عن الميكانيكية الثانية اللي راح نأخذها مستقبلا إن شاء الله. بس أنا المهم عندي ليش رمزت هنا جي اللي هي رمز المن للغاز. أوكي أرجع للمعادلة رقم 7، المعادلة رقم 7 ألاحظها بدلالة منو؟ بدلالة البرجر، بدلالة البرجر. أقدر أني هاي المعادلة رقم 7 أعطيها غير صيغة، غير شكل، بدل البارشل بريشر راح أعطيها بدلالة منو؟ بدلالة المول فراكشن للمادة A. شلون تحولت بدلالة المول فراكشن للمادة A؟ من أحول هاي البريشر أحولها المول فراكشن بدلالة A، أستخدم القانون اللي هو البي A شي يساوينا؟ بي توتال مضروب في شنو؟ في الإكس A، أو مو إكس A، هنا عندنا، هنا عندنا اللي هو الواي اي زين. فمعناته اني كل بي اي موجود هنا راح اعوض عنه شنو؟ بي توتال واي اي، واطلع البي توتال اطلع شنو؟ اطلع عامل مشترك، اطلع عامل مشترك. اذا وراح لاحظتوا ولاحظوا شنو عندي، لاحظوا بانه الكي جي، الكي جي تحول الى شنو؟ كي واي داش. الكي جي تحول الى كي واي داش عندما تكون المعادلة بدلالة شنو؟ المول فراكشن، بدلالة المول فراكشن. اذا معناتها الكي واي داش شي يساوينا؟ الكي واي داش شي يساوينا طلاب؟ يساوينا كي جي داش مضروب بيش؟ في التوتال بريشر.
العلاقة اللي تربط بين الثوابت الكي واي داش والكي جي داش هي هاي العلاقة اللي خليتها بين مستطيل. إذا أضرب الكي جي داش في التوتال بريشر راح يعطيني شنو؟ كي واي داش. هاي المتغير، هاي الثوابت والعلاقات مع بعضها راح نعطيكم مستقبلا جدول تشوفوها. فإذا المعادلة رقم 7 تحولت إلى معادلة رقم 8، المعادلة رقم 9 كل واحدة بصيغة ثانية. إذا هاي بصيغة البارشل بريشر للمادة A وهاي بصيغة المول فراكشن للمادة A. يمكن أن نستخدم أي المعادلات الموجودة 7 أو 9 for binary للconvective mass transfer operation diffusion for gases for اللي هو equimolar counter diffusion اللي هي Na يساوي لنا minus Nb. طلاب بهذا الجزء من المحاضرة راح ناخذ for liquids. مثل ما تعلمنا سابقا من هذا المحاضرة for gases، هسه راح ناخذ for liquids. مثل ما سوينا بالغازز نفس الخطوات نتبعها for liquid. فاعطيتكم هسه فقط المعادلات النهائية المستخدمة اللي هي راح تقع ضمن نطاق for liquids. بدل ما كان سابقا عندنا kg داش، هسه راح يصير شنو عندنا؟ K liquid dash. هذا بدلالة من هو الconcentration اللي هو C. من أريد أحول الconcentration إلى مول فراكشن، فالconcentration للمادة A شي يساوينا؟ يساوينا التوتال concentration مضروب بيش في المول فراكشن مالته. فيتحول بما أنه يتحول الconcentration إلى شنو؟ إلى مول فراكشن. فأخذ معناتها اخذ هاي الصيغه وعوضها هنا كل واحد بما يساويها واطلع التوتال كونسنتريشن عامل مشترك، وبالتالي راح اشكول راح اقول معناتها بانه الكي ال داش شحيب اصفان الكي ال داش مضروب في التوتال كونسنتريشن ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا كي اكس داش. فاذا حولنا الثابت اللي هو KL داش اللي هو أضربه في التوتال كونسنتريشن اللي طلعت عامل مشترك من القوس راح يتحول إلى KX داش اللي هو هنا، وبالتالي راح تتحول المعادلة من الكونسنتريشن إلى المول فراكشن فور ليكويدز فور ليكويد. فمعناته راح ناخذ جنرال إكويشن اللي هو هاي فور غازز for liquid بدلالة الconcentration اللي هو الفلكس الشي يساوي لنا kc داش مضروب في الدرايفنج فورس اللي هو للconcentration ca1 ناقصا ca2. ملاحظتين، من قلت كلمة driving force أقصد بيها وأكررها دائما، أقصد بيها هو مقدار الفرق بين شيء واحد اللي هو مثلا driving force for pressure. مثلا ما اخذناه في الغازز معناتها فرق بين البريشر، driving force for concentration معناتها الفرق بين الconcentration، driving force for mole fraction معناتها الفرق بين الواي في حالة الغازز وبين الاكس في حالة الليكويد. هاي المعادلة رقم 10 ومعادلة رقم 11 يمكن أن تستخدم في حالة Convective Mass Transfer Diffusion for Binary System for Liquids. فالمعادلات الملخصة النهائية، العلاقات اللي تربط، هسه رح ناخذ العلاقة اللي تربط هاي العلاقات هي تابعة لمن؟ تابعة للغازز، تابعة لمن؟ للغازز for gases. هاي علاقات تربط أخذناها سابقا كل المعادلات سابقا. أنا أريد من عندكم طلاب كهومورك طلعوا لي نفس هاي العلاقات اللي تأشرتها هسه بالأحمر وراح أأشرها بالبنفسجي، هاي العلاقات اللي هي for gases اللي حصلتها بالجزء الأول من هاي المحاضرة. أريد توجدوا لي العلاقات for liquid اللي أجيبها من نانا. أوكي طلاب، هاي رقم 1 الهومورك.
رقم اثنين طلاب، لازم تعرفون بأن جميع هاي المعادلات هي جاية من الاشتقاقات. يا اشتقاقات تبدوها من المعادلة الأساسية، طلاب تبدوها من المعادلة الأساسية لحساب اللي هو الفيكست لو، لحساب الفيكست لو. ترجعون تكملون إلى أن نوصل للمعادلات السابقة اللي أخذناها بهذا الجزء فور غازز، وأخذناها هسه فور ليكويدز. هذا كله تكملة اشتقاقات، المفروض كلها تعرفوها طلاب. أوكي طلاب، فمن أطلب من عندكم إيجاد مشتقة الكونفكتيف ماس ترانسفير diffusion for binary system، أحدد for gas or for liquid إلى أن توصل للمعادلات السابقة اللي هي 6 والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة والدعش والاثناعش. هاي كل هالمعادلات كل واحدة لها خاصية، كل واحدة لازم نعرف هي وين تستخدم، بيا طور gas or liquid. فإذا معناتها الملاحظة اللي هسه قلتها جدا مهمة، هي تعرفون من أقول اشتقاق تبدوها من الفيكس لو، من شلون بدأ تكوين الفيكس لو إلى أن وصلنا إلى هاي المعادلات. هاي رقم واحد. رقم اثنين، الهومورك الموجود عندكم هنا قدامكم هو هومورك للمحاضرة هاي اللي هسه راح ناخذها، محاضرة رقم ستة. وبالتالي طلاب نكون قد أنهينا الجزء الأول من المحاضرة السابقة. راجين من الله التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لكم.